الشراكة والتحلي بروح يعني العمل المشترك مع كل الأطراف، واعتبار يعني قضية المصالحة قضية تهم الكل الوطني، وضمان تطبيق الاتفاقات المعقودة السابقة وخاصة اتفاق القاهرة، وأن يكون هناك مشاركة، لأن الشراكة هي ضماني لإجراء أو لتطبيق هذه الاتفاقيات انطلاقا من حكومة وحدة وطنية ووحدة المؤسسات بين غزة والضفة، ومرورا بإجراء انتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل. يعني هذا الموضوع منبكر الحديث به، يعني دائما الاحتمالات مفتوحة، لكن يعني حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بأي احتمال. الحقيقة أنه المطالب منذ فترات طويلة، منذ 2007، منذ الانقلاب، وشعبنا الفلسطيني يصرخ، وشعبنا الفلسطيني يئن، وشعبنا الفلسطيني ينادي، ولكن للأسف لا مجيب لهذه النداءات وهذا الألم وهذه المعاناة التي يعيش بها شعبنا الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة. فماذا نطلب؟ نطلب أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الطرفين، وفي غياب الإرادة السياسية لا يمكن تحقيق أهداف شعبنا في وحدته وفي مواجهة الاحتلال، هذا أولا. وثانيا، دون أن يكون هناك توافق على برنامج سياسي يجمع كافة القوى الوطنية في الساحة الفلسطينية أيضا لا يمكن التفاهم على ذلك، ودون أن يكون هناك أدوات ووسائل تلعب دور كبير لتحقيق هذا الهدف أيضا تصبح هذه معضلة. وأخطر تلك المعضلات هي عندما تضع هذه الأطراف القضية الوطنية خارج نطاق الشعب الفلسطيني بمعنى إقليميا وعربيا. فالجامعة العربية للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم تقم بدورها الفعلي والحقيقي من أجل وحدة الشعب والضغط من أجل إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. إذا لم يكن هناك توافق على قضية المصالحة، فكيف يمكن التوافق على حكومة الوحدة الوطنية؟ القاعدة الأساسية، ولو نظرتم الآن إلى الساحة الفلسطينية فهي تعج بالمشاكل، سواء المشاكل والصراعات الداخلية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والشعب الفلسطيني في حالة يرثى لها في غياب الإرادة السياسية، في غياب البرنامج السياسي، وبالتالي في حالة الفشل سيزداد تزداد المعاناة وتزداد الألم والأنين لهذا الشعب، ويستصرخ، وربما ينتفض من جديد الشعب الفلسطيني، ليس ضد الاحتلال الإسرائيلي مع أنه العدو الحقيقي، ربما ضد كل القوى التي تحاول أن تعزز الانقسام وأن تبيع القضية الوطنية الفلسطينية لهذه الدولة العربية أو تلك الدولة الإقليمية تحت مبررات شعبنا الفلسطيني لا يريد المال من أحد، لا يريد نفطا ولا يريد كهرباء ولا يريد وحدة الشعب الفلسطيني وبرنامج سياسي، لأنه القاعدة الأولى لتحقيق وتوفير كل هذا. وهذا يتطلب أن يجري التوافق على حكومة التوافق الوطني، أو ودعنا نقول ليس توافق، يجب أن تتشكل حكومة وحدة وطنية تجمع وتشارك فيها الكل الوطني الفلسطيني. أعتقد هذا الأمر يعتمد على النوايا لدى محمود عباس، فإذا كان لديه نية صادقة لتحقيق المصالحة فهذا سيتم. في المرة الفاتت كان هناك شبه توصل إلى اتفاق، لكن محمود عباس في اللحظات الأخيرة سحب الوفد على أمل أن يعقد اللقاء في القاهرة، وبعد خراب العلاقات بين مصر ومحمود عباس بدأ يلوح بورقة الدوحة أمام مصر، فهي رسائل على ما يبدو للجانب المصري بأن هناك بديل. اعتماد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل كل الفلسطيني، وأن تعتبر كل من فتح وحماس أن المرحلة هي مرحلة وحدة وليست مرحلة انقسام أو تحقيق مصالح ذاتية أو فئوية، وهذا يجب أن يعتمد عند كل منهما. هذه مسألة لا علاقة لها باتفاق المصالحة. حكومة التوافق لم تعد حكومة توافق، هي حكومة محمود عباس،
وحديث عن تغيير وزاري قادم هذا يتم في أروقة حركة فتح. معنى ذلك أن موضوع المصالحة بعيد، وإذا حدثت مصالحة فعندها يمكن الاتفاق على كثير من القضايا، أما الآن لن يكون هناك حكومة توافق أو حكومة وطنية تشمل كل الفلسطينيين.